السلام عليكم. في فيديو النهارده هنتكلم على شرح الربح من البي تي سي. البي تي سي ده اللي هو اللي الناس ما تعرفوش ان كلمه بي تي سي، انا الصراحه لحد دلوقتي لسه ما اعرفش المعنى بتاعها بالظبط، ولكن اللي اعرفه ان بي تي سي يعني الربح من الضغط على الاعلانات، او الربح من التسجيل، او الربح من السيرفر. هتقول لي ايه ده يا عم؟ مش انت قلت في حلقه السي بي اي ان الضغط على الاعلانات والحاجات دي من لها عباره عن كوست بير اكشن، او الربح عن طريق الضغط، او الربح عن طريق عمل حاجه اللي هو السي بي اي؟ لا يا باشا، دي حاجه تانية، او دي تعتبر حاجه مشتركه في البي تي سي. اما الربح عن طريق البي تي سي او مجال البي تي سي هو الربح عن طريق الضغط على الاعلانات او التسجيل، حاجه مباشره. اما كوست بير اكشن او السي بي اي هو اي حاجه انت تعملها بمقابل مادي. ده الفرق بين البي تي سي والسي بي اي، عشان الناس بس ما تقوليش اني بلخبط بينهم. هنشرح النهارده موقع مهم جدا للربح من البي تي سي، موقع مهم يعني بشكل كبير جدا، موقع ممتاز فوق الممتاز كمان. وطبعا ارباح البي تي سي مش كبيره بشكل كبير قوي، مش كبيره، ولكن انت مثلا هتشترك في اكتر من 10 مواقع مثلا البي تي سي، وهتحتاج انك تشتغل بتاع ساعه او ساعه ونص يوميا للربح اكتر من دولار او 2 دولار يوميا. تمام، فالطريقه سهله جدا باذن الله. تابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مره تانية. قبل ما نبدا في شرح اي موقع، فانا اولا بدعوكم الاشتراك في القناه، قناه مستر بومتك. عندنا اكتر من نيتش ممكن نشتغل فيه، نيتش اندرويد ونيتش شركات الاعلان، وعندك حاجه تانية في استراتيجيات للربح الانترنت وغير الربح الانترنت، وعندك يوم الجمعه بنشرح زي النهارده كده طرق للربح من الانترنت، وعندك بلاي ليست كتير او انت ممكن تختار منها وتشوف في النيتش اللي انت عايزه وتشوف الفيديوهات بتاعته، او تخش هنا على الفيديوز مباشره وهتلاقي بعض الفيديوهات ان شاء الله تعجبك. ونخش على طول في شرح الموقع بتاع النهارده. موقع النهارده اسمه كليكس سنس. كليكس سنس ده موقع، هو افضل موقع لحد دلوقتي، هو مفيش موقع اعلى منه، هو ده افضل موقع للربح من البي تي سي. تمام، افضل موقع للربح من البي تي سي. البي تي سي ليه اكتر من حاجه يا شباب، مش حاجه واحده بس. انا تقريبا انا تمام يعني، انا مسجل في موقع وتمام. بص انا مش هقول لك ازاي تسجل في موقع، لان الموضوع سهل جدا وانت مش محتاج اي حاجه. زي ما انت شايف، بص احصائيات الموقع رهيبه. تمام، في 7 مليون واحد مسجلين في موقع بيدفعوا فلوس، زي ما انت شايف 24 مليار دافعينه قبل كده، 24 مليار. الموقع شغال بقاله 10 سنين ومشهور جدا، ترتيب اليكس زي ما انت شايف. فالموقع اكيد اتشرح 30 مره، ولكن انا بديك مثال بس عن الربح من البي تي سي. طبعا زي الفيديو اللي فات هتلاقي اسفل الفيديو لسته او تكست هتحمله، هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه، هتلاقي فيه اكتر من موقع للربح من البي تي سي، وكلهم مواقع صادقه، كلهم مواقع تمام. عشان بس ايه، ما حدش يقول انت سايب لنا موقع واحد بس، لا هتلاقي 20 موقع انت ممكن تربح منه. واسيب لك اللينك برضو الموقع ده اسفل الفيديو عشان تربح منه، واسيب لك اثبات دفع برضو عشان تشوفه. طبعا الموقع ده زي ما انت شايف يعني، فمش محتاج ان اسيب لك اثبات دفع. تمام، فهنخش على طول هنا على شرح الموقع مباشره. في البدايه هنا بعد ما تسجل هيطلب منك انك تحط ايميل البايونير بتاعك. اللي ما يعرفش البايونير، ناس كتيره جدا شرحت البايونير وانا ما رضيتش اشرحها في القناه، لانها تمام يعني سهله جدا يعني، والناس كلها شرحتها قبل كده واتهرست 100 مره. فانت اكتب بس طريقه الحصول على بطاقه بايونير، تصل لحد المنزل مباشرة ومش عارف ايه، هتلاقي كل الشرح اللي انت عايزه، وهتوصلك بعد 20 يوم او 30 يوم. تمام، فالموضوع سهل جدا. بايونير وصلت لي من زمان يعني، معايا بايونير دي بقالها 5 شهور تقريبا، فوصلت لي من زمان، فبس عشان محدش يقول لي انت ما شرحتش. تمام، ف تقريبا الموقع ده ما فيهوش باي بال. تمام، انا دورت كذا مره ولكن الموقع ده تقريبا ما فيهوش باي بال، ولكن هنشوف كل ده دلوقتي. فبداية قبل ما نتكلم في اي حاجة، انت لازم اول ما هتبدأ بالدخول في الموقع هنا هتلاقي بيطلب منك انك تكمل تكمل المعلومات بتاعتك، تكمل المعلومات اللي هو مثلا هتكتب اسمك واسمك التاني، وتكتب كل المعلومات، ايميل، وتكتب الباسورد مع انك تكتبه قبل كده، لكن هيطلب منك كل ده مرة تانية. العنوان، ويكتب، هيطلب منك كل حاجة، حتى تاريخ الميلاد، هيطلب منك كل حاجة تكتبها كلها وتعمل ابديت بروفايل. بعد كده هترجع هنا وتضغط على فيو ادز. البي تي سي زي ما انت شايف دي حاجه اسمها بي تي سي زي ما قلتلك. بص هنا الربح بسيط بسيط، واحد من 1000 سنت، واحد من 1000 سنت، هنا واحد من 1000، واحد من 1000 هنا، واحد من 1000 دولار، اسف، واحد من 1000 دولار. تمام، يعني انت 10 اعلانات هتاخد 1 سنت. الاعلان فيهم كام؟ 5 ثواني. الاعلان 5 ثواني، يعني مثلا نجرب هنا، زي ما انت شايف فايند بلو وير ذا كات از تو كونتينيو، لك دور على القطه. تمام، هنا مفيش قطط ولا في قطه، دي قطه بس. تمام، زي ما انت شايف هنا بس بيقول لك ليه بقى، هو قال لك اضغط على كده عشان يضمن ان انت دخلت وان انت مش روبوت. تمام كده، بيقول لك تمام انت كده معاك واحد من 1000 دولار. حلو، ضغطنا كلوز
وعملنا ريستارت للموقع ونشوف البلانس بتاعتنا. زي ما انت شايف فوق تلاقي فيه زي ما انت شايف اهو واحد، تلاقي شوف بص تلاقي تحت كده هو ده. تمام، عشان كده الموقع زي ما بقولك صادق جدا يعني، فما تقلقش من اي حاجه. تمام، بيقولك ان الحاجات اللي انت عملتها بتنزل لك تحت هنا. حلو، عايز تجرب تاني فبراحتك يعني. تمام، يبقى هو ده الحاجة الأولى في الموقع. تاني حاجة هنضغط على السيرفري. ما جربتش أعرفك كل الحاجات دي، ولكن أنا بس بعرفك اللي بيحصل. بيقولك هنا النهاردة مفيش أي سيرفري، أو سيرفري دي طبعا بمعنى استبيان، مفيش استبيانات. هنا بيقولك في أوفرز. أوفرز ده يا جماعة منها إنك تسجل في موقع، منها إنك بتشوف فيديوهات، منها إنك بتعمل حاجات سي بي إيه بالظبط. طب هنا زي ما أنت شايف طريقة الدفع إيه، بايزا وسكريل وبايتو ونتولر وبايونير ودي تانجو كارد. ما سمعتش عن تانجو كارد دي قبل كده، بس هي انا سجلت على طريق بايونير، وتقريبا اقل مبلغ الدفع هو 50 دولار حاجه زي كده يعني، ولكن مش هيفرق معاك لانك اصلا عم تجمع المبلغ هيبقى لسه بدري، فما تقلقش يعني. تمام، طب ليه ليه يا جماعه، بما اني بشرح موقع، او مش هشرح موقع بس، انا بشرح كل حاجه. طب ليه الموقع دي دفعها بسيط؟ لان شغلها بسيط، انت بتشتغل نص ساعه في اليوم. ده انت لو اشتغل على موقع زي ده، موقع زي ده هتشتغل يا دوبك 5 دقايق في اليوم، 5 دقايق هتخلص فيها ال 12 اعلان اللي عندك، 5 دقايق بالظبط. في حاجة تانية بقى في الموقع ده لازم اتكلم فيها بالتفصيل. في الموقع ده على وجه التحديد، الموقع ده بيديك مستويات في الافلييه. انت لما بتدي الناس افلييه، او بتخلي الناس تعمل افلييه، او اللي هو ريفيرال بالمعنى ريفيرال، لما الناس بتسجل من تحتيك انت بتاخد فلوس للناس دي، والناس دي لما انت الناس دي لو عملت ترقية للحساب انت بتاخد فلوس من ترقية الحساب، بتاخد 2 دولار. تمام، يعني كل واحد بيرقي الحساب عن طريقك بتاخد 2 دولار، وانت بترقي الحساب بكام؟ ب 17 دولار. 17 دولار دول هيجيبوا لك فيو ادز، هيجيبوا لك ادز بسعر اعلى، اعلى بكتير. يعني مثلا الادز الواحد ممكن يوصل ل 10 سنت. تمام، وانت زي ما انت شايف الربح عندك عامل ازاي. زي ما انت شايف برضو هنا عندك الاعلانات بتتجدد كل شويه، يعني انت ده هيتشال، اللي هو الكليك ده هيتشال ويظهر لك اعلان تاني. تمام، يعني انت ربحك كبير جدا يوميا، انت ممكن تكسب يوميا عن طريق الموقع دون اكتر من نص دولار مثلا، ده بالميت اللي هو بالربح العادي. اما ربحك اليومي اللي هو لو رقيت الحساب هيبقى كبير جدا جدا جدا. تمام، اتمنى بس تكون فهمت النقطة دي، واسف على اي حاجة اتلخبطت فيها في الفيديو ده، لان انا فعلا هعمل مونتاج كبير قوي، لان اتلخبطت كتير في حاجات، لان انا ما كنتش النهارده الصراحة جاهز ان اعمل فيديو، فتعبان شويه بس النهارده فما كنتش قادر اعمل الفيديو. في حاجه اخيره بقى يا جماعه قبل ما نختم الحلقه، انا عايز اعمل زي ما انا شايف، انا شايف ناس كتير قوي بدات تتجه للبث المباشر، فانا عايز اعمل بث مباشر. فانتوا لو شايفين ان هي فكره صالحه، انا بس بستشيركم يعني، شايفين ان هي فكره صالحه انا اقدر اعمل بث مباشر بالمشتركين اللي عندي دول، عندي 700 مشترك اقدر اعمل بث مباشر، فانتوا قولوا لي في الكومنتات لو عايزينه امتى، او اعمل بث مباشر ولا لا. بس هو ده بس اللي كنت عايز اقوله لكم في النهايه بتاعت الحلقه دي. وفي النهايه احب اشكركم على المشاهده، واحب اشكر كل الناس اللي بتعمل سبسكرايب، الناس دي فعلا بتساعدني جدا، وكل الناس اللي بتشاهد الفيديوهات، يعني كلام بيجي لي 1000 مشاهده يوميا الحمد لله على كل حال. وبشكر كل الناس اللي عملت لايكات على الفيديو الاخير، الصراحه فاجئتوني. ويا ريت تتسجلوا في الشركه دي، ممتازه جدا، وهسيب لك كل رابط اسفل الفيديو، رابط بليسته كامله فيها اكتر من 5 او 10 مواقع للربح من البي تي سي. ربح البي تي سي زي ما قلت لك هو بسيط ولكنه سهل، سهل جدا، ممكن اي عيل صغير يروح البي تي سي بمبالغ كبيره، ولكن انت لو رقيت الحساب في اي موقع من مواقع البي تي سي، لان مواقع كتيره جدا، بمبالغ بسيطه ترقي حسابك، وان شاء الله ما تستخسرش يعني، ما تقلقش هيجيلك الفلوس دي في اقل موقع، يعني هيجيلك كل الفلوس اللي انت صرفتها، فما تقلقش من الموضوع ده. كان الفيديو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، انا والله اترددت انا بقول اعمل لايك. تمام، فيا ريت ان شاء الله يكون الفيديو ده هيكون عجبكم. كلام معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، استنوا ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.